الشباب هم عصب الحياة ودمها المتدفق، وهم عماد الأمة ومستقبل بعدما توج منتخب مصر لكرة السلة بلقب بطولة إفريقيا للشباب تحت 18 عاماً عقب الفوز على منتخب مدغشق. ويعد منتخب مصر للشباب لكرة السلة ثاني أكثر الفرق تتويجاً ببطولة إفريقيا تحت 18 سنة برصيد 5 ألقاب وبفارق لقبين فقط عن منتخب نيجيريا. وشارك في إنجاز منتخب شباب السلة نجمي الزمالك الواعدين ياسين ياسر عبد الوهاب وفهمي زيدان ليكون الزمالك حاضراً بقوة في إنجازات المنتخبات الوطنية على كافة المستويات، فيما حصد منتخب مصر للآنسات الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا أيضاً وتأهل لكأس العالم تحت 19 عاماً المقرر إقامتها في إسبانيا 2023. وكان منتخب مصر للناشئات لكرة اليد قد حقق المركز السابع في بطولة العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز في بطولة العالم بعد منافسة قوية مع منتخبات عريقة وعملاقة في كرة اليد العالمية بمشاركة النجمة الصاعدة مريم عمر لاعبة الزمالك ومنتخب مصر. وتتوالى إنجازات منتخبات الشباب في كافة ألعاب الصالات سواء الجماعية أو الفردية في ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بقطاع الشباب مستقبل مصر الواعد.